بس فين كتير وقت عم يدخل، لازم اسالك سؤال، اطلب منك طلب، بدي انا بطالبك بوعد لكل اللي حبوك، صوتوا لك، استقبلوك بهاي الكاميرا، بدك تقول لهم وعد، توعدهم. انا اول شيء ان شاء الله يا رب يقدرني. دائما راح اقول ان شاء الله انا بحديثي، لانه نشكر الله ساعدني ووفاني ووصلني لهي المرحله. انا بوعدهم ان شاء الله يا رب اني ضل مثل ما شافوا نصيف 3 أو 4 أشهر على هالتلفزيون، يضل يشوفوا نصيف برات التلفزيون او بالحياه، او ان شاء الله بكره الله يوفقني لقدام يشوفوا نفسه اللي عرفوه بهالتلفزيون، يضل نصيف مثل ما هو. وان شاء الله يا رب هالحب اللي قدمتوا لي اياه وهالدعم اللي سويتوا لي اياه يعني نزلتكم على الشارع واستقبالكم لإلي ومحبتكم، ان شاء الله يا رب بيقابلها عمل. ان شاء الله يا رب، عم بقول ان شاء الله يا رب بيقابلها عمل يكون يوازي هالمحبة وهالعطاء اللي اعطيتوني اياه. وانا جد عاجز عن شكر ان كان لإلهم ولا ان كان لكل العالم، صدقني. اليوم 10/6 نعم 2010 نعم ب 10/6 عشر 2000 عشرة ستة ايه ساعتين 2000 2011، بعد سنة تماما. لكل عم يشوفونا بعد سنة، بدي احاول استضيف نصيف بهذا إن شاء الله يا رب. البرنامج، وبدي طالبه بوعده. موافق؟ موافق. برنامج جيلنا بيكون معكم كل سبت بموعده المعتاد، والسابت الساعة 6:30 مساء. انتظروا إعادة هاي الحلقة بكرة، وانتظروا جيلنا دايما. كل الشكر اللي تابعنا من فريق العمل، ومني أنا أمجد طعمي، شكرا نصيف. بشكركم. باي باي حبيبي. هاي بلدي. شكرا لك كثير بتجن انا.